اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، كنقدموه لكم عبر قناتكم الالكترونيه شوف تي في. اكيد خبرنا اليوم هو نتائج رئاسه مجالس الجهات اللي جرات هذا الصباح وصفرات على فوز حزب الاصاله والمعاصره برئاسه 5 ديال الجهات، وهي الدار البيضاء سطات، طنجه، تطوان، الحسيمه، ومراكش اسفي، وبني ملال الخنيفره، وجهه الشرق. تاليا حل حزب الاستقلال بالفوز بجهتين، العيون ساقيه الحمراء والداخله والذهب، وكذا العداله والتنميه اللي فاز بجهتين، الرباط سلا ودرعة فلالت، ومثلهما لتجمع الوطني الأحرار اللي فاز بجهتي قلميم ودنون وسوسمة صدرعة، وحزب الحركة الشعبية اللي فاز بجهة واحدة وهي جهة فاس مكناس. في قراءة للنتائج اللي أسفرت عنها هذه الانتخابات، قال الدكتور محمد زين الدين أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري إن هذه النتائج احترمت منطق نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015، بالرغم من التقدم الملحوظ اللي سجله حزب العدالة والتنمية. وأضاف زين الدين في تحليله لشوف تي في أن منطق التحالف على المستوى المعارضة كان قوي جدا، ومعه لم تستطع احزاب الاغلبيه الدخول موحده لاكتساح الجهات. نسمعوا لي في هذا الاطار وراجع لكم مشاهدينا. اعتقد على ان القراءه الاوليه في هذه النتائج انها احترمت منطق ديال النتائج اللي محصل عليها بالنسبه لاستحقاقات 2015. يعني من الاصل ديال العدد ديال الجهات اللي كانت عند المعارضه كان 8 جهات مقابل 4 جهات بالنسبه للاغلبيه، بالرغم من التفوق الملحوظ الذي ابداه حزب العداله والتنميه على مستوى حصوله على العديد من الجهات، ولكن ما يعتد به بالنسبه للحاله المغربيه هو عدد المقاعد التي اثبتت فيها المعارضه على هذا الحضور هذا، يعني بشكل كبير، يعني المنطق احترم بشكل كبير جدا. 5 الجهات افردت لحزب الأصالة والمعاصرة، وهي جهات عندها واحد الوزن استراتيجي كبير جدا. تحضروا هنا جهة ديال الدار البيضاء أسندت إلى الأمين العام ديال الحزب مصطفى الباكوري، تحضروا كذلك جهة ديال طنجة تطوان الحسيمة حصل عليها إلياس العمري بفارق يعني ملحوظ جدا، 42 صوت مقابل 20 للعدالة والتنمية. كذلك يعني بعض الجهات الأخرى اللي تمكن فيها يعني البامر انه يكون عنده حضور كبير جدا. اذا كان منطق ديال التحالف على مستوى المعارضه كان تحالف قوي جدا، وهذا هو اللي كيكشف لنا على ان يعني البام تصدر عدد ديال الجهات ب5 جهات مقابل 2 فقط للعداله والتنميه، و2 كذلك للاستقلال، و يعني 1 بالنسبه ل الحركة الشعبية، نفس الشيء بالنسبة يعني للتجمع الوطني للأحرار. إذا يمكن نقولوا على أن المنطق ديال التحالف ديال المعارضة كان قويا جدا فيما يتعلق بهذا الاكتساح ديال هذه الجهات، وهي اللي يعني اللي كيفسر يعني كذلك أن أحزاب ديال الأغلبية ما استطاعتش أنها تدخل موحدة من اجل اكتساح العديد من الجهات اللي كان بامكانها اكتسحها، ولكن منطق ديال او العمل ديال المعارضه حصولها على 8 جهات من الاصل 12 جهه مكنها على ان تحصل على واحد العدد مهم جدا. في المقابل يمكن نقول على ان كان هناك واحد النوع من التوزيع الملحوظ بالنسبه لمختلف الاحزاب الكبرى اللي تمكنت انها تحصل بنسب يعني فارقة تحصل على مجموعة ديال الجهات، مع احتفاظ بعض الجهات بخصوصيتها. لكن تستحضروا يعني المناطق الجنوبية بقى فيها حضور وازن بالنسبة لحزب الاستقلال، عندنا الداخلة والذهب يعني حصل فيها حزب الاستقلال على 18 صوت مقابل 15 صوت، نفس الشيء يعني كنلاحظوا على المستوى ديال الجهة ديال العيون يعني حضور وازن بالنسبة لحزب الاستقلال. وفي المقابل تلقاو على ان المستفيد الاكبر كان هو
حزب الأصالة والمعاصرة. رجعنا لكم مشاهدينا، واكيد سمعنا التحليل دكتور محمد زين الدين استاذ العلوم السياسيه والقانون الدستوري. باش نذكروا بالجهات اللي فاز عليها حزب الاصاله والمعاصره، اللي حاز على خمسه الجهات، منها الدار البيضاء ستات فاز بها مصطفى الباكوري عن حزب الاصاله والمعاصره، طنجه تطوان الحسيمه الياس العماري بذات الحزب، مراكش اسفي احمد خشيشن عن ذات الحزب ايضا، وبني ملال خنفره ابراهيم مجاهد عن حزب الاصاله والمعاصره، وجهه الشرق عبد المبيب عيوي الاصاله والمعاصره. العيون الساقيه الحمراء حسز عليها حزب الاستقلال من خلال حمدي ونرشيد، دخله والذهب ينجح خطاط كذلك عن حزب الاستقلال. اما حزب العداله والتنميه ففاز بجهه الرباط سالة عبد الصمد سكال، وجهه درعا التافيلات الحبيب الشوباني. من حزب التجمع الوطني الاحرار اللي حاز على جهتين، جهه قلمي ودنون من خلال عبد الرحيم بوعيده، وسوس مصدرعه من خلال ابراهيم حافظي، واخيرا حزب واحد اللي هو حزب الحركة الشعبية حاز على جهة فاس مكناس من خلال محند الهنصل. بهذا مشاهدينا كنختم معكم خبرنا اليوم، كان حول نتائج مجالس الجهات بالمغرب وما فرزته من نتائج. بهذا كنختم معكم خبر اليوم، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.